أهل السنة وجماعة السلفيون، على أن الفهم الصحيح للكتاب والسنة هو الذي يكون بفهم الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة في فهمهم واتبع. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان في مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك: أيها الناس تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له الدواء. هذه الأمور معشر الإخوة ومعرفة الطب النبوي من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام وقد حصل لا أدري ربما يفعلون، فيذهبون إلى بلدة فقيرة ثم ينشئون بها المستشفيات، ثم يدعون إلى الكفر ويدعون إلى التبرج والسفور. والعلاج النبوي الذي جهله المسلمون. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: في الحبة السوداء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الحبة السوداء التي نسميها بالزحطة، وأنتم ما أدري ماذا تسمونها، يقول: فيها شفاء من كل داء إلا الشام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاء ممكن أن تستعمل قهوة، وممكن أن تستعمل أيضا توكل. وقد مر بعض السلف بمريض فقال: خذوا شيئا من الحبة السوداء وذقوها مع زيت، ثم سروها في أنفه، أو يعني يجعلوها صعودا في أنفه، أو في هذا المعنى. فينبغي أن تعرف شروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم، يذهب أحدنا وبه الزكام وما يدري، وقد ورثت له الحبوب والإبر، قد ورثت له الحبوب